طيب المعيار اللي بعد كده يا شباب اسمه معيار، معيار اسمه معيار معدل العائد، معدل العائد الداخلي. طيب بالنسبة لمعيار العدل معدل العائد الداخلي، هو من أهم المعايير الموجودة في دراسة الجدوى على الإطلاق في أغلب يعني المؤسسات والمكاتب والاستشارات والأجهزة المعنية بإعداد دراسات الجدوى. فمعيار معدل العائد الداخلي هو يعني المعيار الذي أتى من عمق النظرية الاقتصادية وخاصة النظرية الكنزية. فأنا عايز أقول أن معدل العائد الداخلي باختصار شديد هو معدل الأرباح المتوقعة في هذا المشروع، وعلى أساس هذا المعدل بنقارن أو بنتخذ قرار استثماري سليم. فأنت وعلى يعني كيفية اتخاذ القرار الاستثماري السليم وفقا لمعدل العائد الداخلي، إحنا بنقارن بين هذا المعدل، المعدل الربح المتوقع، وبين سعر الفايدة اللي موجود في البنوك. فإذا كان معدل العائد الداخلي هذا اللي إحنا هنحسبه وهنتعلم إزاي نحسبه الآن، إذا كان هذا المعدل أعلى من سعر الفايدة الموجود في البنوك، يؤخذ قرار بالموافقة على المشروع وتقول إن هذا المشروع مقبول. وإذا كان معدل العائد الداخلي لهذا المشروع أقل من سعر الفايدة الموجود في البنوك، بنقول يرفض هذا المشروع. ليه؟ لأن أنا باختصار شديد أنا دلوقتي لو حطيت الفلوس بتاعتي في بنك هاخد مثلا 10%. طب افرض إن معدل العائد الداخلي اداني 6%، يبقى في هذه الحالة لا أقول أنا أحط فلوسي في البنك وأريح راسي. يبقى المعيار معدل العائد الداخلي ده بيقارن دائما نضعه في كفة، هو نفسه في كفة. فإذا كانت كفة معيار معدل العائد الداخلي أعلى من كفة سعر الفايدة الموجودة في البنوك، يقبل المشروع ونقول على بركة الله نفذ المشروع. أما إذا كان معدل العائد الداخلي اللي هو الربح المتوقع، معدل الأرباح المتوقعة أقل من سعر الفايدة اللي موجود في البنوك، بنقول يرفض المشروع، ويعني الإنسان يضع فلوسه في البنك أريح له بدون مخاطر وبدون أي شيء. طيب كيف نحسب معدل العائد الداخلي؟ والله عشان نحسب معدل العائد الداخلي إحنا عندنا مجموعة معينة من الخطوات لازم نعملها. طيب ممكن هنا نقلب هذه الورقة معلش خطوات ونكتب ونقول خطوات حساب معدل العائد الداخلي. عشان نحسب الخطوات دي او هي عشان نعرف الخطوات دي لازم نمشي فيها واحدة واحدة. اول حاجة، أول خطوة من هذه الخطوات لازم نحسب دلوقتي اللهم صل على سيدنا محمد، لازم نحسب متوسط صافي التدفق النقدي. حساب متوسط صافي التدفق النقدي السنوي، نحسب الايه المتوسط. تاني حاجة حساب معامل الخصم، حساب معامل الخصم. طب معامل الخصم ده بيتحسب ازاي؟ معامل الخصم يتحسب بالتكاليف الاستثماريه، التكاليف الاستثماريه تقسيم مين؟ متوسط صافي التدفق النقدي السنوي اللي هو الخطوه السابقه، متوسط صافي التدفق السنوي. يبقى التكاليف الاستثماريه على متوسط صافي التدفق النقدي السنوي هحسب معامل الخصم. طيب بعد كده اعمل ايه؟ هبحث بالبحث في جداول الرياضه المالية عن أقرب معدل طبعا نسبة مئوية، معدل لهذا المعامل السابق. خلاص بعد كده حساب صافي القيمة الحالية كما رأينا في الأمثلة السابقة. طيب يلا نمشي ناخد تمرين عملي ونشوف ازاي هنحسب معدل العائد الداخلي. فبنقول دلوقتي في مثال عندنا هو بيقول بفرض وجود مقترح استثماري التالي، والذي تمثلت تكاليفه الاستثماريه في 800,000 ريال كما قدرت التدفقات النقديه السنويه الصافيه على النحو التالي. تعالوا نكتبها مع بعض كده ونشوف هنعمل فيها ايه عشان ازاي نحسب صافي التدفق النقدي السنوي. طبعا ده الجدول ده معطى اهو، هذا الجدول معطى كام عمود؟ 1 2، بيقول لي السنة وبعدين 5 سنوات عندنا بنقول هنا السنة. في السنة الأولى 1 2 3 4 5، في السنة الأولى صافي التدفق السنوي، في السنة الأولى أعطانا طبعا هنا الأرقام بالألاف، الأرقام بالآلاف،
ففي السنة الأولى أعطانا 140,000، وفي السنة الثانية أعطانا 320,000، وفي السنة اللي بعدها 360,000، وفي السنة اللي بعدها 300,000، واللي بعدها 80,000. طيب لو جمعنا هذه الأرقام كلها مع بعضها هنحصل على إيه؟ هنحصل على الإجمالي خالص المجموع الكلي لصافة الدفقات النقدية السنوية كان عبارة عن 1200. طيب ده المجموع. طيب في هذه الحالة بيقول لك إيه المطلوب؟ المطلوب احسب معدل العائد الداخلي لهذا المشروع إذا علمت أن تكلفة رأس المال 10%. طبعا تكلفة رأس المال 10% دي معطى من المعطيات. طبعا انا بقى عشان احسب معدل العائد الداخلي لازم ارجع تاني للخطوات اللي انا كتبتها دي. اول حاجه حساب متوسط صافي التدفق النقدي السنوي. طب ازاي احسب متوسط صافي التدفق النقدي؟ طيب ما هم اديني معطيات اهي، المعطيات اهي 140 320 360 380، اجمع دول مع بعض طلعوا كام على بعضهم؟ كام؟ طلعوا 1200. طب هم كام سنه؟ 5 سنوات. يبقى 1200 على 5 سنوات يساوي، يبقى متوسط صافي التدفق النقدي السنوي اهو، ارجع تاني هنا كده واقول متوسط صافي التدفق النقدي السنوي يساوي 240 او بيساوي اسف 1200 على 5 سنوات هيساوي 240,000 ريال. يبقى متوسط صافي التدفق النقدي السنوي طلع 240,000 ريال، 1200 على 5 من ضمن المعطيات اللي احنا خدناها. الخطوه الثانيه حساب معامل الخاص. طب احسب ازاي معامل الخاص؟ قال لك تكاليف الاستثماريه لهذا المشروع هو اللي اعطاني من المعطيات اللي التكاليف الاستثماريه لهذا المشروع 800,000 ريال. يبقى دلوقتي معامل الخاص يساوي، تقول لي يساوي 800,000 ريال على متوسط صافي التدفق النقدي السنوي اللي انا لسه حاسبه من الخطوه اللي فاتت اللي هو كام؟ 240. اهو 240، طبعا 800 على 240 هيديني تقريبا 3.33%. هذا الرقم ابحث عنه في الخطوه الثالثه بقى، مكتوب ايه؟ بالبحث في جداول الرياضه الماليه. هذا الرقم ابحث عنه في جداول الرياضه الماليه عن اقرب، ابحث عن اقرب معدل لهذا المعامل، ابحث عن اقرب معدل ها نسبه مئويه لهذا المعامل، هنجد تقريبا يعني عند ال 17 تقريبا، هنجده عند ال 17 في المية، هنجده تقريبا عند ال 17%. اول ما اجد هذا المعدل اول ما احصل على هذا المعدل احسب صافي القيمه الحاليه عند هذا المعدل. طب احسب صافي القيمه الحاليه ازاي؟ بالجدول اللي انا لسه مسويه من شويه. يعني انا مطلوب مني دلوقتي اعمل ايه؟ لازم اعمل جدول صافي القيمه الحاليه عند 17%.